متتبعينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم سينما سكوب. سينما سكوب هذا البرنامج اللي ياتيكم اسبوعيا عبر قناه الوطن الجزائريه، ونطرق فيه الى كل ما يخص عالم سينما من افلام ونجوم، بالاضافه الى كواليس التصوير والبوكس اوفيس. اليوم اعزائي المشاهدين معنا جان بودكاستور اللي بالك تعرفوه وشفتوه في فيسبوك وراكم تتبعوه فيه، اللي هو محمد امين قروجة. هكذا محمد امين شاك خو سافاك مليح والله غير بيا الحمد لله. محمد امين قروجة او المعروف بامين تفاحة. فوالا امين تفاحة. امين تفاحة ربما السؤال الاول تما لي نامبورت واحد قادر يسقسيه. ماشي انت الاول اللي سقسيتني، شوف كامل سقسيوني ومازال كاين اللي ما على بالهمش، لا بيبار ما على بالهمش. علاش امين تفاحة؟ علاش تفاحة مش علاش امين تفاحة؟ بون امين على بالكم علاش باسكو برينون تاعي تفاحة. علاش؟ تفاحة باسكو كان عندنا جروب سينيماتيك اسمه مو برودكشن مازال ليكزيستي، اللي فيها ديرا بن عاشور وسيف الدين فوضيل عبد الشافي وشريف قلاتي. كنا نخدموا ما بيناتنا شو لافسا دي فيديو اماتور. بعد كان عندنا ان كور ميتراج اسمه ويجا تاع الخوف، كان عندي انسان ناكل فيها تفاحه هكذا، وصاحبي فاش غلط شو دخل في لي بيتيزي باش يقول لي امين قال لي تفاحه، فهمت؟ كوبينا ديال نضحكوا كنا صايمين وهذيك شاك تعرف كيفاش شغل ترسخت في الاداء. انا هذيك الضربه الاولى كوبا امين قال تفاحه، الزوجه تفاحه، ثلاثه وعينا قلنا ولا غير تخلي تفاحه. النهار اللي قلعت في لي بودكاست في يوتيوب حوس على اسم شو فريمون واش عندي بيل على الفيديو هذوما، قال لي تفاحه، بدينا نضحكوا قلت له غير راه شيش ديرها تفاحه وخلاص. هذاك ناس بيطروح يمين تفاحه ما عرفش اسم يطروح يمين تفاحه. نجحت تفاحه بصح نجحت جوسومو الاسم دار البوز اكثر من شو الاناني دار الفيديو. بيان سور شنو يقول لك؟ بيان سور. امين قبل ما نكملوا نروحوا مع اعزائي المشاهدين باش يزيدوا يتعرفوا اكثر عليك في هذا الفيتيار، ونعاودوا نوليو. هاي نوليو تشاو. السلام عليكم. سلام سعد. واش راك خويا لاباس؟ لاباس. شفتك حط الله يبارك. الله يسلمك. وجيت نسقسيك على لا مود اليوم، انت تتبع لا مود؟ طون زون طون مازال نتبع شويه. تبعي لا مود الحاجه؟ لا مود؟ لا مود لا مود. هذاك ما يفيا نتبع مع. واش رايك في كلمة تريكو؟ منين جات كلمة تريكو؟ كلمة تريكو هذه ما نعرفهاش. ها؟ هذه ما تعرف واش معناتها كلمة تريكو؟ ايه. تريكو واش معناتها؟ هذه ما نفهمهاش. تريكو اللي نلبسو، تريكو اللي تلبسو. ايه. تريكو. كلمة تريكو منين جات؟ ما نجمش نقول لك هذه والله ماني عارف. تبع لا مود؟ ما هو خاطيني لا مود. تبريزات؟ على بالك مبريزي على بالك. هو تبع اضحك تشوف. السلام عليكم خويا. هذه كلمة تريكو منين جات؟ كلمة تريكو منين جات؟ من بكري كاينة. من بكري كاينه كلمة تريكو من عهد الكبارات تاعنا. الكبارات تاعكم؟ ايه وراه في التطور. صافي كاين عهد العثماني والاموي، وكاين الحنبلي، وكاين عهد كبارات تاعنا. وكاين عهد كبارات تاعنا. ايه. علاش البنات تاعنا دوكا ما يلبسوش الحياة كما تاع بكري؟ ايه باسكو كلمة زوج يقول لك على 2014. انا في 2014. ايه يلبسوا صافي على حساب الوقت. صافي كي يكونوا في 2015 يقولوا انا في 2015. فوالا سي سا. شكون اللي دول تاعك تاع اللبسة؟ شكون تحب تعاند؟ حنا عند حتى واحد ان توكا، انا بارابور ا سا سي جوست اون كيستيون دو شوا، كيستيون دو. تحبش تعاند جاستن بيبر؟ ما نعرفش جاستن بيبر. علاش؟ باسكو تشبالو شوية، باسكو في الكليب تاعو اللي دار لا دانيير فوا شبالو شوية. على بالي. كيما انت ندير الجا كيما انت الله يبارك كيما انت ندير الجا ندير كوكونيت. في التسعينات. اي جوستومون. في وقت البطرولي لا دير كي لبس اكاروش كيما بكري. الله يبارك. يبارك فيك خويا هذاك الساعة. ما خصها والو. احنا نحبوا الحفاظ على التقاليد خويا. واش حاب تلبس؟ فاغ. ماشي اندو ترو ستاتيو اللي حاب نهضر معاك. نحن بابك هضر معاك. عندك بلي كلمة تريكو هي كلمة تركية قديمة. تعني تركاكة. تركاكه وما قبيله تاعهم كانوا ياكلوا الدلاع بزاف. اه صح صح. صافي كانوا ياكلوا الدلاع بزاف، صافي كانوا يشبعوا. ايه هما اللي ما يشبعوش. اكزاكتومون. صافي اخترعوا كلمه دلاع. كلمه تريكو. اخترعوا منها كلمه تريكو. اه في المعلومات هذه على بالك بها ديجا ولا؟ هذه كان على بالي بها، كان على بالي بها. اه صح. واش تحبي دي كوستيوم زعما اكارو، زعما نقولوا دي شيميز اكارو، ولا تحبي اغيور؟ اكارو. علاش اغيور؟ جي دي اكارو. مش اريا؟ نو. علاه ديرونجي لك خطوط متوازيه مثلا؟ نو. ولا الاكارو ولا يديرونجيك ولا واش؟ تخافي كي تلبسي كارو يطيح لك كاروات كاع ولا؟ نو. مالا واش يصرى لك؟ هكذا مون كو. صافي لو كو تاعك صافي تلبسي اريور. وي.
اريير ولا اكارو نو سامبل تحب هذا سامبل نقول لك اريير ولا اكارو سامبل اريير ولا اكارو سامبل اريير ولا اكارو اريير اكارو شكون انت المثال الاعلى تاع لا مود تاعك بوتفليقه هو لا مود هو المثال هو بدا لا مود شبيه زابط وتشو هذا سمع بوتفليقه زابط وتشو اش زابط وتشو اه بون يقول لك باسكو علاش المربع هو يقول لك كاع الاضلاع تاعو متساويه صافي صافي باش تحسب مساحه المربع واش لازم دير الطول تضرب الضلع ضلع في 4 اوكي وتحسب شحال عندك من كارو فوق مجه وتحسب المساحه تاعك تاع مجه فيها خدمه كوميم اه بشي حاجه سامبل تو سامبلومون سامبل فوالا بصح لك شد سيريو شتراغل ضحك شويه انا خلاص ما نخدمش اليوم سي بون بصح حسنا سقسيك في لاسونسور كيما كنت تشوفوا كاع هذه النوع من الموضه الشعب يدخل في لاسونسور كاع ان شاء الله هكذا يكومبريسي روحو نوع من الموضه هذه واش رايك في لامود على مود هنا اون الجيري وي با جو فو كو لي جون سون برونشي جاب لي ربي سون تاجور واش رايك انت واش تحب كوم لبسه واش تحب تلبس تاعي واش تحب تلبس انا حبيت نلبس لبسه تاع شيوخه كيف لبسه تاع شيوخه جن الله يبارك كيفاش تقول لي اه ما زلت البركه انا البركه انا نحب القندوره والشاش والشاشيه فوق راسي والمطرق وانا ندري الله يبارك الله يبارك اخو لا مون دايتو لي اللور يا اخو تولي الكلاسيك يا اخو هذه هي دوك باش تولي شباب يلزم انك تلبس الحطه تلبس لاريني لاكوست ما تلعبش بيد دخلتك حرام شكون تحب شكون يعجبك الستيل تاعو تاع اللبسه تبع يا اخو تبع فايس شابين وتقول باع هكذا تعرف لا تقول باع اه كتبع كتبع تقول باع ما نقولش باع يا واش تقول نقول خش تحاولش تقول للشعب الجزائري دوكا على لا مود هذه اسكو يتبعوها ما يتبعوهاش مليحه مش مليحه شوف شاكان سون غو شاكان سون غو كما شفتوا اعزائي المشاهدين كان هذا محمد امين قروجا وامين تفاحه امين البدايه تاعك في لي بودكاست علاش سبيسيالمون خير البودكاست باسكو انا هضرت معاك شفتك باللي عندك امكانيات كثيره وعندك يعني مستوى ثقافي ما شاء الله على سبيسيالمون عالم بودكاست وعالم الانترنت انا من بكري ملي كنت صغير نحب توسكي سينما توسكي شو الاكتينغ توسكي شو العفسه تاع السينما داخل مور كاميرا هكذا نقلع شو تعرف تلك حلاوتك تما الوغ كيما قلت لك بدينا مع الجروب هذاك ان شاء الله هما اللي زادوا بوساوني قالوا لي هاي نديرو هاي نديرو بعد قال لي بودكاست قال شفني قصاير شفني ان شاء الله تخليط خفيف خفيف فوالا قال لي اش منسيش لي بودكاست قلت له سيري بودكاست بور فوا با شل درت لي جورنو الجيريان سيتي فريمون ما كان والو ني كاليتي ني كاليتي سون ناري درتها في جامعه العفرون وين نقرا انا درتها اون سكرين هكذا كان عندنا واحد ليفينمون مع دي بي بوت غاش عجبهم غاش جمهم الحال ضحكوا شويه كان هذاك شغل ليسي هذاك ليسي فوالا قلت علاش ما نديرهاش سو يوتيوب درتها سو يوتيوب كيما درت لي فيو مليح ما قري ما فيها والو مي درت لي فيو قلت ندير دوزيام درت دوزيام سي الاطباء في الجزائر سيتي فريمون نول ثانيك مي الحمد لله زادت مشات واحد من هذاك النهار بعد ولات لي اون كوتيديان وليت نمشي هكذاك ما يمكن نخرج برا يسخسوني اش يقولوا لي يعطيك الصحه على الفيديو تاعك شنو يقولوا لي كاين اللي عندهم لي بروبليم سيتي مون بوت معناتها واحد كيكون عنده لي بروبليم مشاكل في الدار سي لا بريسيون وشنو كل واحد واش عنده كل واحد ما كاش واحد ما عنده في الدنيا هذه ما كاش اللي ما عندوش لي بروبليم تي فوا يدخل الدار يشوف لي فيديو ولا سو يوتيوب ولا سو لا شان شو يضحك شويه يتبسم سي هذا هي الفائده تاعي ما نكذبش عليك بيان سور هذاك هو الفيزي امين حبيت ثاني اعزائي المشاهدين كاينه حاجه حبيت نذكرها انه امين تفاحه شخصيه متواضعه جدا ويعني صح صح يعني شغل انا قارنت بينك وبين بعض لي بودكاستور لي هاك على بالك مام كي عيط لك بور لانفيتاسيون يعني شغل مالغري النجاح الكبير اللي حققته وكدايا قبلت تجي شغل بكل سهوله وجيت والحمد لله قناه الوطن معروفه وما احنا نشوفوها في الدار دي بريمير مون ديزا حرام عليا كون نقول لك لا ما نقدرش نجي الله فيك لا جوستومون انا تطرقت لهذه النقطه خاطش كاين دي شبه دي بودكاستر ان شاء الله
لي ما فهمتش انا دي فون نقول باللي صح رانا في هوليوود نشوف دونك واش راني شاكين سا بيرسوناليتي فهمت لي بريميرمون ديزمو كاين لي نومبر ان شاء الله ما نكذبش عليك انا من داك في لاباج يبعثوا لي بزاف لي ميساج من داك ما نشوفوش لي ميساج فهمت شنو نقول لك ان شاء الله نعذروهم كاين غاشي نعذروهم نقولوا باللي ما يقدروش يشوفوا لي ميساج بالك فهمت شنو كل واحد شغال تاعو هذاك لي صح سي فري هذاك لي بصح كي تعيط له بصح كي تعيط له تهضر معاه ما كاش كيفاه ما يشوفش لابيل تاعه ولا ما يسمعش هذيك حاجه اخرى معني فوالا نعاودوا نوليو امين امين شفتك باللي شفتك فات شفناك باللي يعني حققت شغل قفزه نوعيه خاش بديت انتايا بديت امين تفاحه ومن بعد سودان مو كلاطنيت الحمد لله هذه حاجه تفرح الحمد لله ماشي كيما يقول لك ربي سبحانه اللي يعاونك هذه بريميرمون ودوزيامون ماشي انا وحدي اللي خدمت روحي كان يونيكيب بزاف كاين توت يونيكيب اللي كانوا كاين كيما قلت لك ديرها بن عاشور عبد الشافي زموشي اللي كانوا دائما واقفين معايا كنعيط لهم في التليفون يجيو كاميرا يوليو صحابك هادو صحابي وي فوالا ولاد حومه وكاين ثاني صحاب لي باج شاك فوا نبعث لهم في لي باج نقول لهم بارطاجيو لي بارطاجيو لي يعاونوك شغل يعاونوك يعاونوني واش يعاونوني واش ما كانش ما كانش يقول لك لا لا ولا ما باليش المحبه في عند ربي شغل بعث له بارطاجي ديريكتومون منهم محمد مات نشكرو فوالا وكاين بزاف لي زادمي كيما ايوب جونتي فيروس وكاين بزاف كاين بزاف ما نكرهمش بزاف امين ستنا شفناك مؤخرا خدمت مع شركه للمشروبات الغازيه فوالا جون بي دون ذاكر بلا ما نذكروا الاسم ما نذكروش الاسم خلينا منه غير ولا حبوا يخلصونا شويه خلصونا ندير لكم بليسيتي هذه كنت خدمت كيش كانك التجربه يعني تما انا جوبونس تما دخلت الاحترافيه تما شغل بديت سي لا بومير فوا اللي خدمت سا فا اتر ديفوزي ان شاء الله دون اون شان فوالا فوالا عيطوا لي واحد السوسيتي قالوا لي سي اون بواط حكمه كامل لي بوبليسيتي هنا واش دابري شكون قالوا لي قالوا لي اسكو تخدم لنا معايا مع اسمه تخدم لنا ستيل دي بودكاست قلت لهم داكور ولي دي من عندك ولا من عندهم لي دي كلش تاعي لا رياليزاسيون تاعي تما هما عطاوك حريه الاختيار فوالا قالوا لي كتب لنا دي سكريبت كذا قلت لهم نكتب لكم دي سكريبت درت لهم 10 دي زيبيزود دابري واش قالوا لي مي بروبليم سي كو كانت بخمس دقائق ما درجعوا داروا جامب كات ديريكتومون 1 مينوت 30 تي فوا شغل كامل السكريبت كامل واش صرا لي كامل طب نحاول لي كامل واش كنت مرياليزاسيون مي بون الحمد لله يا ربي شغل سيتي ديفوزي دون 3 شان انا شغل انطلاقه ديريكتومون شغل الحمد لله يا ربي الحمد لله ومقبل كنت هضرت لي على نقطه مهمه ثاني على اسكو لي بوات دو برودكسيون اللي خدمت معاهم هادو يعني لقيت كاع لي كونديسيون اللي كنت حابهم نتايا ولا صراو لك معاهم مشاكل لا لا حنا ما دابينا نهضروا صراحه باش نوصلوا حنا نهضروا صراحه جو سومو شوف حتى واحد يجي يعيط لك في التليفون يقول لك خدم لي انت تروم وانت تحصر في مخك باش شعبك الانسبيراسيون راحت لي لي فيديو تاعي تاع اليوتيوب دوكا ماش نديرهم باسكو الانسبيراسيون راحت لي كامل باغ اكزومبل انا نعطيك ان سوجي درتو فيسبوك باغ اكزومبل فيسبوك عاودتو دي فوا سوجي هذاك عاودتو دي فوا وواحد منه اكسبتاوه فهمت كيفاش هاك معايا صافي هذاك لي دي فيديو اللي درتهم كنت كابوب ندير لهم في يوتيوب قادر ندير 10 لي فيديو تاعي فيسبوك فهمت شنو نقول لك هذا بير مومون نحي لك الانسبيراسيون ديزيرمون كي تخدم كلش ويلا يعيط لك يقول لي يقول لك ارواح وصديقي ونحبك وكذا وانت تدخل للدار توكل وتشربوا مع التالي شل يسرقك في دراهم ويروح مع باش فين راه صرات لك ديكا وين ما خلصت صرات صرات مي بون الحمد لله يا ربي شل الحمد لله ربي يحي لك منا يعوض لك منا ويا ربي على كل حال بصح حنايا دوك ماشي على بالنا بلي ماشي دراهم اللي يخصوك ولا الحمد لله يا ربي حنا لازم نعالجوا خاطر هذه الظاهره شو انتشرت مؤخرا بزاف ماشي غير هنا في الجيري ما نكذبش عليك هاي بارتو دابري شكون تقصا ثاني مع غاشي واحد اخرين قال لك كيف كيف لا ميم شوز ماروك تونيزي لا ميم شوز دي بروديكتور مي هما مهربين علينا بزاف حنا بارابور ما نكومباريش بين مي دوك ان جون طالع لا بروميير فوا يخدم عيب تاكل له حقه تكون كش معاه هكذا تكون كش معاه هكذا تشعل 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 يدير لك هذا بس يطفيك فهمت شنو يقول لك مي بون كيما قلت مام الالهام يروح لك لا موتيفاسيون هذيك تروح لك تروح لك لا موتيفاسيون سي اكزاكتومون ما نكذبش عليك انا كنت انت انا يعيطوا لي في التليفون يقول لك بلي اخدم معنا خدم معنا انا كنحبيت نخدم معاهم كي خدمت معاهم كامل فهمت ما عرفش انا دابري شنو يشوفوا فيا كامل هذو الجدد لهم جايين ما معنا مازال جديد هذا جد لهم يشوفوا فينا عارف مع من تخدم تكون كش شاء الله اسوا في لاشان ماشي ما انت واش لاشان راح نخدم على لاشان اوه سينما راح نولي مشهور نو عارف واش مع من تخدم باسكو كاين توت ريبيوتاسيون تاعك شاء الله ليماج تاعك فهمت شاء الله انا باغ اكزومبل اسكو يقدر يدمر لك لا كارير تاعك اه وي لي بروديكتور واعرين ماشي كاع لي بروديكتور واعرين باسكو كاع من عندهم كونتاكت مع بعضهم بعض اون فوا ما تخدمش مع هذاك ولا مع هذاك يقول لك بلي السيد هذا فوالا فانتوما تشوف شراب بيناتهم هكذاك
يحطم لك لا كارير تاعك. مي الحمد لله يا ربي انا بور لو مومون صارت لي خطره في حياتي ما صارت ليش بزاف كون كومباري واحد اخرين صارت لهم دي ميليي دو فوا. مام كاين دي بروديكتور هكذا كاين دي بروديكتور ناس ملاح لا الحمد لله يا ربي مع دي رياليزاتور كيما فتح رابيا خدمت معاه ديجا الحمد لله يا ربي مع رياض الغريبي خدمت مع كاين غاشي ماشي كاين تروح مليح والدنيا هذه هي الحمد لله على امين. وقلت لهم قبيل باللي شغل هاد لي بودكاست تو ماكش دايرها افونير ماشي ما نقولوش افونير مي ماكش دايرها يعني ماكش ناوي تروح بها بعيد ولا شوف انا باش نقول لك نكون معك صريح انا قريت جبت الباك تاعي درت انجلي سبيساليتي انجلي جي او ما ليسونس الحمد لله عندي لا ليسونس تاعي سو سبيك انجليش فيري ويل يس بون دابري كاع انا واش المثال تاع لي المثال الاعلى تاعي سي بابا شو دابري واش كاع واش يقول لي ماغري انا كنت ندير سبور ندير موسيقى نديرهم كامل بصح واش نلعب سالي تكونسونطري عليها سي قرايتك باسكو اون فوا تروح لقرايتك ما عندكش ديبلوم والله واحد ما يغزر فيك باسكو صح كاع في قرايتك دير قرايتك دير قرايتك ما نكذبش عليك يقول لك ما كاينش خدمه وتزاير وكذا نو تزاير فيها خدمه ربا كون موتيفي كما قلت غير اللي يحب فوالا انا اقسم بالله نسيب ديبلوم تاع قهواجي ولا ديبلوم حاجه تاع واحد نظاف ولا نديرو باسكو علاش تزيدو في السي في شاك فوا عفسه تزيدها في السي في تقعد لك توجور ان ديبلوم تخدم به ماكش فيش يقول لك ما تخدمش واحد عنده بيرمي واحد عنده ما عندوش بيرمي فهمتوا عندكم ليسونس ليسونس هو يفوتك بالبيرمي يفاتك سي بون فهمت شنو يقول لك الفو اتر موتيفي الفو با بيسي لي برا توجور فهمت شنو يقول لك فو با بيزي لي برا سي صح الحمد لله يا ربي لو بليزير كيما قلت لك هذا دايرو بليزير معناتها واحد كيدخل كيما قلت لك مقبلات واحد يدخل للدار يشوف لي فيديو هكذا يبتسم ولا يضحك شويه سي مون بوت سي فيري بيان سير وما نساوش بلي عندك ان بوبليك يستنى فيك الحمد لله يا ربي وانا جاب لي ربي البوبليك ما تخليه اه جامي دو لا في هذه كامل حتى اللي في عمر 60 سنه حتى نموت ندير لي بودكاست في عمر 60 سنه كامل حتى تولي امين تفاحه من تفاحه مكمشه هكذا امين نروح نشوفوا اليو اس بوكس اوفيس او ترتيب افضل خمسه افلام لهذا الاسبوع ونعاودوا نوليو. اهلا وسهلا بكم في اليو اس بوكس اوفيس. في المرتبه الخامسه هذا الاسبوع عندنا الجزء الثاني من الفيلم المرعب سينيستر. هذا الفيلم من بطولة جيمس رونسون، شانين سوسامون وروبرت سلوان ويحكي قصة امرأة وأطفالها اللي استقروا في منزل جديد وين راح توقع في أحداث غريبة ومرعبة. هذا الفيلم أنتج بخمس ملايين دولار وحقق مداخيل بلغت 19 مليون دولار في أسبوعه الأول. في المرتبة الرابعة عندنا الفيلم المثير نو إسكيب من بطولة أوين ويلسون، بييرس بروسنان ولايك بيل، وهو يحكي قصة رجل وعائلته اللي تعرضوا إلى ملاحقة بعدما اتهموا بالتورط في قضية انقلاب مما استدعى منهم الهرب من المنطقة. هذا العمل راه محقق مداخيل بلغت 10 ملايين دولار خارج أمريكا. أما في المرتبة الثالثة يتواصل النجاح الكبير للجزء الأخير من ميسيون امبوسيبل. هذا الإنتاج اللي كلف 150 مليون دولار راه ضمن المراتب الأولى منذ أسابيع. في المرتبة الثانية دخول الفيلم الجديد وور روم. هذا الفيلم يصنف في خانة الإنتاجات الدرامية وراه محقق عائدات فاقت 10 ملايين دولار في أسبوعه الأول فقط. أما في المركز الأول فإن الفيلم الرائع والمثير للجدل سترايت أوتا كومبتون راه محافظ على الصدارة. هذا الفيلم هو عبارة عن بيوغرافيا لأحد أكبر نجوم الراب في أمريكا ومداخيل هذا الإنتاج فاقت 134 مليون دولار في أسبوعه الثالث فقط. نتلاقاو الأسبوع المقبل. كما شفتوا أعزائي المشاهدين كان هذا ترتيب أفضل خمس أفلام لهذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية. نعود نوليو عند الضيف تاعنا أمين تفاحة. أمين غير كما كنت نقصر مع واحد صاحبك قال لي بلي كان معك في تونس صح قال لي حكاية سقالي ولا مع باليج ولا سقالي سقالي قال لي سقسي على سقالي في بات في قلت لك في باتنا هو من باتنا الله اعلم من باتنا سامي شوف يا سامي يا نجيب واحد فيهم سامي شوف كيفاش سامي كيفاش لحق ليهم قول له هو كيف لحق لينا هو لحق لك هذا الشيء لا صار بك مو سقالي ما على باليش علي منو يهضر مي صرا بزاف سواليف صوالح باغ اكزومبل كنا قال بلي جوزتو وقت هايل اكسترا اوردينار يعني غير كيما صرات عندها واحد لا سومان غير كيما دخلت لهنا تونس لا بروميير فوا نجوز ليها وكي تكون معك ليكا تخيرها انت وتروح معاهم نعرفهم صافي بيان اونتون ديك ليكا
و جاست بيان يعني يكونوا في الشومبرا واش لا تعرف سقالي يضرب تعرف كيفاش تولي دراري صغار عمل شغب تولي صغير فوالا عمل شغب امين عندك دي فان من المغرب ولا من تونس ولا اشاك فوا يم كونتاكت ولا يبعثوا لك يعني وي مش اللي كاين كندا فرنسا ولا سويس روس ثاني كبعثوا لي روس ديجا فرنسا بون من الروس باش نفهموا روسيين ولا سي دي زاجير يعني سي دي زاجير يعني عايشين في روسيا سي دي زاجير فوالا قاعدين تما عايشين نشوفوا لي بودكاست صافي بليزير مع الامارات قطر كاين ان شاء الله كي تحطوا في يوتيوب في راهي انترناسيونال تما غاشي قاعد تشوفك معناتها يكون يعني جايز زي الفيديو فوالا الكاع وكاين ثاني صديق واحد اخر هو رضا عينين رضا عينين فوالا رضا عينين هو البارح كان معك البارح كان معايا كان خارج واحد لاش انا ندخل واحد لاش انا هكذا كان راح بروبوزيسيون تما كنت دورو غير بين ليش عنده دورو غير دورو غير ليش انا هكذا خزر فيها مو قال لي دفعها قلت له واش رضا صافا ديك صاري قصاري بعد رحنا فطرنا كيف كيف عطاني عقليه عطيت عقليه صافا سيد ناس ملاح كاين ثاني سؤال من عند فون قال لك علاش يعني كي تخرج برا مع باش المصطلح هذا المصطلح الجزائري تحرش بالناس يعني اسكو صح تشوف روحك باللي تستهزئ نوعا ما بالناس ولا شوف كاين عفسه مع عفسه جديده دخلت للجزائر باغ اكزومبل انا نقول لك انا نقول لك ندير لي بودكاست ما نديرش لي بودكاست برك انا نخرج ندير لي رادو توتور لي رادو توتور سي نخرج برا نسقسي راشي هذا سو لو ستيل فرونسي باسكو علاه هما اوفر اسبري وحنا كي دخلت لهنا الجزائر حنا واش تعرف شو كيفاش هذا بنادم شو اللي قالوا يتمسخر بينا هرب علينا ويتمسخر بينا نو سي حبيت شو سي جوست نبين بلي الجيري شو حنا ثانيك اوفر اسبري هذه بريميرمون ديزيام ما نحرجش باسكو انا كنعطيك اون كيسيون باغ اكزومبل نقول لك واش رايك في النساء قال شاكون سا بيرسوناليتي كوبي فهمت كيفاش انا درت فيديو واش راك في النساء كل واحد واش يقول قال لي واحد طيب هذا ما طيبش ما يهمنيش انا حوس على لا ريبونس هذيك فهمت خرجت درت بزاف دي فوا دي فوا كيما شفت ما كاش كاع ريبونس وتقدر تخرج منها كمون يضحك الناس مي لو بوين تاعي سي كو نلحق اون ريبونس مش لا ريبونس غير تلحق لي لا ريبونس نكوبي لا فيديو السلام عليكم فهمت شنو نقول لك تو سامبلومون كيما خدمت مع اون شان في رمضان هذه ما حرش سي عطلو كوتي كوميك كوتي كوميك ما تنساش نزغد نعطي له ميكرو هكذا ونروح فهمت شنو يقول لك وكيفاش تغاردي لو سون فروا تاعك يعني كي دي فوا شغل انت تسقسي سي سا اكزاكتومون بوبليك يضحك وانت يا ما عندكش والله ما على بالي ما عند ربي شنو ولفت عباك دوكا من رمضان شحال مسقسي بنادم 800 بنادم راك تحسبهم 800 بنادم شنو يحاسبهم في رمضان حبسك علاش كنت 30 ايبيزود وشحال شاك ايبيزود صافي 20 ولا ما بالي شحال ولا 50 يعني 20 بروت ولا لي جوز لي جوزوا معايا وكاين خلي ما جوزناهمش معنا فهمت شنو نقول لك صافي خلي على ربي ندخل اكثر من 800 بنادم صافي خلاص عرفت لي مونتاليتي الجيريان نقول لك نحرش ما نحرش سي نقصروا عشان نحكم نعطيك ميكرو ما تغاشي والفتني ما نكذبش عليك نخرج برا نقول لك يا امين هاي تشوف برا كانوا واحد الوقت كانوا يبعدوا باللي شغل فوالا واحد الوقت كانوا يبعدوا مي هذا مراكش كي يشوفوني في الميكرو ارواح نقصروا مع امين تو قصروا ما بيناتنا نجوزوا على الموضوع واش ثاني قبل ما نكملوش شفت تاع سيلفي هذيك اللي درتها قعدت سيلفي فوالا الناس وجراك دينا انا قعد قعدت في لابلاج مع صاحبي جبد سيلفي ستيك هذيك بديت بونتيت فيها التليفون بديت نصور مع نيمبورتو كي نصيبو في لابلاج ما تقتو علاش ما درتش فيديو درت فيديو هكذاك ما كان واني نصور معهم لي نصيبو في الطريق نصور معاه وكل واحد راه قاعد واحد هذيك يعني واحد سرقت له كذا مي اوني سامبون فهمت كونت الله. المهم ما انا من والله غير نتمنى لك المزيد من النجاح بس عندك موهبه عندك خفه الدم هذه اللي قادر تروح بها بعيد ان شاء الله مالوريزمون الوقت التعليمي خلص الوقت ضيق 20 مينوت سبحان الله كيف ربي يكتب علاش دائما نديروا لي هكذا شغل سامي نديروا فيها السوايع ما بالي شحال لا لا رانا نخمو ان شاء الله نزيدوا لها ما باليش دوك مع المخرج تاعنا السيد بها زدنا الوقت يقدر يصبر في زون هذاك اللي جاي من بليده لهنا باش شحال انا شنو هضرين ما با 26 بيان سور على لي تي على تو معليش حقرونا صديقي حقرونا حقرونا ما تيعطيك بصح ما اون فان كونترول لكم يعطيكم الصحه على الانفيتاسيون لهنا قناه الوطن بزاف فور تبعوها بيان فوالا جو باس لو كوكو مون بير ما مامون شال كامل لا فامي تاعي لا فامي من قرب لا فامي كروجا وكامل اللي يحبوني وان شاء الله اللي ما يحبونيش يزيدوا يحبوني ان شاء الله جو فيغي تو مون بوسيبل ان شاء الله لا بروشين فوا فوالا ان شاء الله امين يعطيك الصحه وشرفتنا يعني بحضورك بليزير بو اخويا ان شاء الله ماشي فرصه اخيره مرحبا بك نزيدوا نتلاقوا نزيدوا نعيطوا لك مازال نخدموا فين مازال نخدموا ان شاء الله بالك نخدموا اونصومبل وكاع ما رانا ندخلوا لي بودكاست مرحبا اخويا دير لونجاس دير لونجاس
نقصد اللاعب ونديرو تاع لي فرويت هذه ساره نقدر نمشي في الطريق. اذا اعزائي المشاهدين الى هنا نكون وصلنا لهذه الحلقه اللي نقدر نقول لكم متميزه مع الضيف تاعنا من تفاحه. تبعونا على الصفحه تاع الفيسبوك اللي راهي تنظر على الشاشه. اما انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم والى اللقاء. السلام.